من منكرات المسجد إهمال الطمأنينة والاعتدال في الركوع والسجود والاعتدال منهما، وهذا أمر يبطل الصلاة. إهمال الطمأنينة والاعتدال يبطل الصلاة. فقد روى البخاري ومسلم وكتب السنة كلها روت هذا الحديث العظيم، حديث المسيء في صلاته، الذي رواه سيدنا أبو هريرة قال رضي الله تعالى عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، دخل رجل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد يرقبه ونحن لا نشعر بذلك. فلما صلى الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك، اذهب فصل فإنك لم تصلي، وفي رواية: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كما صلى في المرة الأولى، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم أمره أن يرجع ليعيد الصلاة مرة أخرى. فرجع الرجل مرة ثانية وصلى كما صلى في المرة الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مثل ما فعل في المرتين، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة بقوله: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال له الرجل: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها. اعترف الرجل بأنه لا يعرف غير هذه الصلاة، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم كبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن، وفي رواية: ما تيسر من القرآن، وفي لفظ: ثم اقرأ ما معك، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تأمل، تأمل هذه القصة وهذه الحالة من الرجل الصحابي الجليل، ولا شك أنه من أهل الإخلاص والإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعذره بجهله، وإنما أمره بإحسان الوضوء وإسباغه، ثم أمره أن يقرأ ما قدر عليه من القرآن
وفي رواية الإمام أحمد أو فسبح وهلل واحمد الله تعالى بدلا من القراءة. ثم أمره أن يركع ويطمئن راكعا، ثم يرفع ويطمئن رافعا، ثم يسجد ويطمئن ساجدا، ثم يرفع من السجود ويطمئن جالسا. هكذا علمه الصلاة الصحيحة. لكنك إن نظرت في صلاة كثير من الناس تراها باطلة، ترى الواحد منهم لا يسبح إلا تسبيحة واحدة، وقبل أن تستقر أعضاؤه رفع من الركوع، وقبل أن يعتدل صلبه هوى إلى السجود وهو يتحرك. والطمأنينة سكون الأعضاء زمنا ما بقدر ما يوضع على ظهره كوب الماء ويؤخذ كما ورد في السنة. فكثير من الناس لا يحصل منه هذا القدر من الطمأنينة، خاصة في الركوع وبعد الرفع منه، وفي السجود وبعد الرفع منه. وهذا منكر متفق عليه، والصلاة باطلة. ولو صلى الرجل 60 سنة ولقي الله تعالى وكأنه لم يصل، فهذا أمر لا يجوز السكوت عليه. فكل من رأى هذا المنكر لا بد أن ينبه عليه صاحبه، وإلا كان شريكا في الإثم. إن لم ينبهه على ذلك كان مثله في الإثم، لأنه رضي من أخيه المسلم ببطلان صلاته. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل أن يجلس في مجلس العلم وأن يتلقى صفات الصلاة وهيئاتها في مجلس العلم، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع وبما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي يخرم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا أو فرضا كانت صلاته باطلة. وإن نقص منها سنة أو فضيلة كانت صلاته ناقصة الثواب. فالمؤمن يحرص على أداء الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، وليحافظ على الفرائض التي إذا نقص منها شيء ذهبت الصلاة.